والآن أيها السادة، يسرنا بل يسعدنا أن نقدم إلى حضراتكم صورة ناطقة عن تطور أزياء المصريات من سنة 20 إلى سنة 50. كتب هذا الاستعراض الكبير الأديب فتحي أورا، وضع موسيقاه الموسيقار أحمد صبرة، غناء المطربة الفنانة فيفي ماهر، بمصاحبة راقصات الفرقة وعلى رأسهن الفنانة كيتي. تطور أزياء المصريات. حبيبي الدنيا بتتغير وحنفطر كده بس الامتى. يا واد انت، يا واد انت، يا واد انت، يا واد انت، يوم كاتب كتاب عليك انت. يا واد انت، تمن غالي اشكال والوان واشتراها لي، قلت له كان ليه تبعتها لي، نلبي الشربات بس الانت. يا واد انت، يا واد انت، يا واد انت، يا واد انت، يوم كاتب كتاب عليك انت. يا واد I'm gonna make it.
love you. I love you. I love you, I love you, I love you.